أهلا بكم في النشرة الرياضية، والبداية مع أبرز العناوين. منتخب النشامة في مجموعة قوية للتصفيات المزدوجة لكأس آسيا والعالم المقبلتين. تونس تبحث عن البرونز في مواجهة نيجيريا في كأس الأمم الإفريقية. ديلخت يجتاز الفحص الطبي تمهيدا لانتقاله إلى يوفنتوس. أهلا بكم. أسفرت القرعة المزدوجة لتصفيات كأس آسيا وتصفيات كأس العالم لكرة القدم عن وقوع منتخبنا الوطني في مجموعة قوية. منتخب النشامة حل في المجموعة الثانية إلى جانب أستراليا، الكويت، تايوان ونيبال، حيث يتأهل أصحاب المراكز الأولى في المجموعات الثمانية إلى جانب أفضل أربع منتخبات تحتل المركز الثاني إلى الدور النهائي لكأس العالم ونهائيات أمم آسيا المقبلة. If we've done this correctly, that will be Korea Republic, and they will move into Group H. إلى ذلك صعد المنتخب الوطني لكرة القدم تحضيراته الفنية والبدنية بقيادة المدرب فيتال بوركالمنز استعدادا للمشاركة في بطولة غرب آسيا السابعة، والتي ستنطلق في 30 من الشهر الجاري في العراق. منتخبنا الوطني سينهي غدا الخميس تدريباته في عمان قبل التوجه إلى تركيا الجمعة للدخول في معسكر تدريبي يمتد حتى نهاية الشهر الجاري، والذي سيتخلله مباراتين وديتين، حيث يتطلع الجهاز الفني خلالها إلى اختبار أكبر عدد ممكن من اللاعبين ليستقر على القائمة النهائية للبطولة قبل المغادرة إلى أربيل. تمكن المنتخب الوطني للجوجيتسو من تحقيق ميداليتين فضيتين وميدالية برونزية مع انطلاق مشاركته في منافسات النسخة الرابعة من بطولة آسيا للجوجيتسو، والتي تقيم أو مقامة في العاصمة المنغولية. وجاءت الميداليات الثلاث من خلال اللاعبين عبد الكريم الرشيد الذي أحرز فضية وزن تحت 69 كيلوغراما، وسامح أبو الراغب فضية وزن فوق 94 كيلوغراما، وحسين الرشيد برونزية وزن تحت 77 كيلوغرام. كرمت الفعالية الرسمية والأهلية في العقبة الغطاس عدنان النصرات نتيجة لجهوده الكبيرة لرفع علم الأردن من خلال مكوثه في أعماق خليج العقبة لمدة زادت عن 60 ساعة متواصلة في سعيه لكسر الرقم القياسي العالمي والمتمثل في 6 أيام متواصلة تحت الماء. ورعى حفل التكريم مفوض التنمية الاقتصادية والاستثمار في سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة شرحبيل ماضي مندوبا عن رئيس سلطة أو السلطة بحضور عدد من مدراء الدوائر الحكومية والفعاليات الأهلية والشعبية. ويهدف النصرات إلى تجاوز الرقم القياسي العالمي والمسجل سابقا في تركيا لمدة 142 ساعة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على العقبة ومنتجها السياحي رياضة الغطس، والتي تتميز بها مدينة الساحلية بتنوع الحياة البرية تحت الماء. أعلنت الأردنية لرياضة السيارات عن فتح باب التسجيل لسباق الدريفت الرابع، سباق القوة، الذي سينطلق عند 10 من صباح يوم الجمعة الثاني من آب المقبل. وأصدرت الأردنية لرياضة السيارات التعليمات التكميلية للسباق الذي يتكون من جولتين وجولة ثالثة وأخيرة لأفضل 13 نتيجة يحققها السائقون في الجولتين الأولى والثانية. يبحث منتخب تونس عن الفوز بالميدالية البرونزية في بطولة كأس الأمم الأفريقية عندما يلتقي الليلة منتخب نيجيريا في مباراة تحديد المركز الثالث. بعد الإخفاق في الوصول إلى المباراة النهائية، يسعى المنتخبان التونسي والنيجيري الليلة للتعويض وحصد الميدالية البرونزية في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة حاليا في مصر.
المنتخب التونسي الطامح بالحصول على المركز الثالث يعاني من غياب يوسف المساكني وحارسه المعز حسن بعد تعرضهما للإصابة، مما يزيد من صعوبة تحقيق المهمة أمام المنتخب النيجيري الذي يسعى هو الآخر للعودة إلى بلاده بميدالية على الأقل بعدما تبخر حلمه في التأهل إلى المشهد الختامي. إذ نجح جهازه الفني الألماني جيرون روهور في إخراج اللاعبين من الحالة النفسية السيئة بعد الخروج من نصف النهائي، وقد تلقى الفريق ضربة موجعة بغياب جاميليو كولينز عن اللقاء للإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثاني في لقاء الفريق أمام الجزائر. وستكون مواجهة الليلة هي الخامسة بين المنتخبين في بطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث سبق وأن لعبا مع بعضهما في عام 1978 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، والتي حسمتها نيجيريا بثنائية نظيفة. تلاها مواجهة في مرحلة المجموعات عام 2000 إذ فاز منتخب النسور الخضراء بأربعة أهداف لهدفين. أما ثالث المواجهات بينهما كانت عام 2004، حيث حسمها المنتخب التونسي بركلات الترجيح بنتيجة 5-3 بعد تعادلهما بهدف لكل منهما. وتكرر نفس السيناريو عام 2006، حيث تعادل بهدف لكل منهما في ربع النهائي قبل أن تفوز نيجيريا بركلات الترجيح بنتيجة 6-5. وسبق لكل المنتخبين أن تقابلا مع بعضهما البعض في 17 لقاء، حيث حقق كلا الفريقين الفوز في 6 لقاءات، فيما كان التعادل حاضرا بينهما في 5 لقاءات. وسجل لاعبو نيجيريا 17 هدفا في الشباك التونسية، بينما أحرز لاعبو تونس 23 هدفا في المرمى النيجيري. وأحرز المنتخب التونسي ميداليتين برونزيتين، بينما تمكن المنتخب النيجيري من تحقيق 6 ميداليات برونزية. أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن نظام جديد بخصوص نهائي مسابقتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية هذا العام. رئيس الاتحاد الأفريقي أحمد أحمد أعلن عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر أنه بداية من الموسم القادم دوري نهائي أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية سيكون مباراة واحدة في ملعب محدد مسبقا، ليتم إلغاء مبدأ الذهاب والعودة المتبع حاليا. حقق نادي فيورنتينا الإيطالي الفوز على فريق تشيفاز المكسيكي ضمن بطولة الكأس الدولية للأبطال بهدفين لهدف. تشيفاز تقدم في الدقيقة 25 للمباراة بهدف من خافيير لوبيز، لكن رد فيورنتينا لم يطل أكثر من دقيقتين عبر جيوفاني سيموني، وأهدر الفريق المكسيكي فرصة ذهبية لاستعادة تفوقه في الدقيقة 36 من علامة الجزاء، لكن ألان بوليدو لم ينجح في ترجمتها ليمنح ريكاردو سوتيل الأفضلية لفيرونتينا في الدقيقة 52، والتي قادت الفريق لفوزه الأول في البطولة. نشرتنا متواصلة وتشاهدون فيها أيضا. الإسباني تشافي هرنانديز يباشر تجربته التدريبية الأولى مع نادي السد القطري. أكد مدرب أرسنال أوناي أمري خلال مؤتمر صحفي قبل مواجهة بايرن ميونخ في بطولة كأس الأبطال الدولية إلا أنه واثق من أن النادي اللندني سوف يضم 3 لاعبين أو 4 لاعبين جدد خلال الميركاتو الحالي. سنبني فريقا قويا وسنضم بين 3 إلى 4 لاعبين خلال الأيام المقبلة، كلهم صفقات جيدة بمبالغ ضخمة. لا أود الحديث عن لاعب محدد، ولكن سيبايوس لاعب كبير دون شك. بالنسبة لنا نحن ننتظر قرار القائد لوران كوسيليني الذي يرغب في العودة للدوري الفرنسي. تعهد الرئيس التنفيذي المؤقت للدوري الإنجليزي الممتاز ريتشارد ماسترز بأن استخدام نظام حكم الفيديو لن يؤثر على انسياب مباريات الدوري،
ماسترز أكد بأن الدوري الإنجليزي الممتاز سيطبق القوانين الجديدة للاتحاد الدولي لكرة القدم، لكنه لم يتحدث بعد مع الحكام الإنجليز بشأن طريقة تطبيق هذه القوانين. وكانت هناك تقارير تفيد بأن الدوري لن يستخدم النظام لحسم القوانين الجديدة لركلات الجزاء. اجتاز الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع فريق أياكس أمستردام الكشف الطبي مع فريق يوفنتوس الإيطالي تمهيدا لإتمام عملية انتقاله للفريق. ومن المقرر أن يوقع دي ليخت على عقد انتقاله خلال الساعات المقبلة، كما ذكرت مصادر صحفية إيطالية إلى أن تكلفة انتقال ماتياس إلى يوفنتوس بلغت 70 مليون يورو. وقدم اللاعب الهولندي أداء رائعا مع فريق أياكس الموسم الماضي، وساعد في تتويج فريقه بالثنائية المحلية بالإضافة إلى التأهل إلى النصف النهائي لدوري أبطال أوروبا. بدأ نجم برشلونة السابق تشافي هرنانديز مهمته التدريبية مع السد القطري من خلال معسكر الفريق في إسبانيا. تشافي أشرف على ميران الفريق الأول في مدينة جيرونا ضمن معسكر الفريق التدريبي استعدادا للموسم الجديد. نجم برشلونة السابق يتولى تدريب الفريق بعد أن ساهم في فوزه بلقب الدوري القطري للموسم الأخير. وكان تشافي لعب لأربعة مواسم مع السد قبل أن يتم تعيينه مدربا للفريق. وتعتبر المهمة الأولى له هي إعداد السد للمنافسة على لقب دوري أبطال آسيا، بداية من المواجهة المقبلة أمام فريق التحيل بدور 16 للبطولة والتي ستقام في شهر آب. أعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم إقالة كلارنس سيدورف من تدريب المنتخب بعد الخروج المبكر من البطولة الأفريقية. سيدورف الذي تولى تدريب الكاميرون قبل أقل من عام قدم نتائج متفاوتة مع الأسود قبل أن يخرج من الدور الثاني للبطولة الأفريقية بالخسارة أمام نيجيريا. لتأتي الإقالة من الاتحاد الكاميروني لفشله في المحافظة على لقب البطولة، بالإضافة إلى عجزه عن فرض الانضباط على اللاعبين. أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي تعيين ستيف بروس مدربا للفريق في عقد يمتد لثلاث مواسم. بروس أنهى الجدل حول هوية المدرب الجديد للفريق خلفا لرافائيل بيتيز، وسيلتحق المدرب الجديد بالفريق الذي يخوض جولة تحضيرية في الصين استعدادا للموسم المقبل. وسبق للمدرب تدريب أندية عديدة أبرزها سندرلاند وأستون فيلا، وكانت محطته التدريبية الأخيرة مع نادي شيفيلد وينزداي الذي وقع له في كانون الثاني الماضي وقاده للمركز الثاني عشر في دوري الدرجة الإنجليزية الثانية. شارك نجم التنس الياباني كي نيشيكوري في ترويج لمشروع NBA لإعادة تدوير الألومنيوم المستخلص من أبواب ونوافذ المساكن المؤقتة التي كانت قد استخدمت لإيواء منكوبي الزلزال في اليابان. نيشيكوري وهو أحد سفراء دورة ألعاب طوكيو الأولمبية 2020 التي تتعاون الحكومة المحلية للعاصمة اليابانية في تدوير هذا الألومنيوم لإقامة نصب تذكاري، يوقع عليه سكان المناطق المتضررة رسائل شكر لكل من ساهم في إعادة إعمار بلداتهم وفي توجيه رسائل للرياضيين المشاركين في الألعاب الصيفية. وفي نهاية النشرة هذا تذكير بأبرز العناوين. منتخب النشامى في مجموعة قوية للتصفيات المزدوجة لكأس آسيا والعالم المقبلتين. تونس تبحث عن البرونز في مواجهة نيجيريا في كأس الأمم الإفريقية.
ديليخت يجتاز الفحص الطبي تمهيدا لانتقاله إلى يوفنتوس. وصلنا إلى نهاية النشرة، شكرا إلى حسن المتابعة وإلى اللقاء.